الثور، تغييرات مفاجئة وغير متوقعة. إن وجود كوكب جوبيتر في مجموعة العقرب المائية، المنزل الذي يدعم الثور من ناحية الشراكة والعلاقات، يجعل له فرصا جيدة وإيجابية للمتزوجين لتوطيد العلاقة مع الشريك، ولغير المتزوجين فرص كثيرة للدخول والوقوع في شباك الغرام وفي عش الزوجية. نضيف إلى ذلك دخول كوكب أورانوس في منتصف شهر أيار ماي إلى مجموعة الثور الترابية عامل إيجابي لإيجاد الكثير من التغييرات والمفاجآت في حياة مولود الثور، ولهذا يعتبر من أكثر الأبراج اللي سيواجه تغييرات مفاجآت غير متوقعة، بالأخص في النصف الثاني من هذا العام. على مستوى النشاط، الفترة ما بين منتصف أبريل إلى منتصف أيار، أما عاطفيا فأول أسبوعين من شهر أبريل والنصف الثاني من شهر سبتمبر إضافة إلى شهر ديسمبر. مهنيا أفضل فترة ستكون في شهر أيار ماي، ونشجعه على السفر في النصف الثاني من شهر يناير والنصف الثاني من شهر أيار ماي. نحذره من السفر في آخر أسبوعين من شهر أكتوبر وأول أسبوعين من شهر ديسمبر، ونحذره من الاندفاع في حالات الغضب في شهر يناير.